مرحبا لمتتبعي قناة اش كاين. نحن الآن نتواجد دائما بقلب مدينة البيضاء وبالتحديد منطقة الأمنية حي محمدي عين سبع. هجوم على محل تجاري من طرف ثلاث أشخاص، خليكم مع التفاصيل. جيت هزيتو بغيت السيد اللي خدام القهوه حدايا، هو اللي دافع عليا. كنقول علاش غيرتو على السيد؟ علاش هو شد واحد 50 درهم كانت عنده في يدي؟ غندير لمو غنفعل لمو غنضرب با بقيت انا ساكت حاضر راسي. جمال الله ورسلاه. جيت كندوي مع الاخر حتى تلقاني جاب لي طوا يجي الاخر نزال ليه باقيه. هنا ربي اللي حفظني صادحني مع الحيط، كل ما الله اللي حفظني كنت غنمشي كوما. سنانو كيهضر دابا، راه حطو الفم ديالو كيفاش كيهضر دابا سنانو. هما جوج اشخاص ياك؟ جوج ثلاثة هجموا عليك. هجموا عليك كان عندهم موطور. انا كندافع على كان عندهم سكوتر حتى للسلف. خرج انا كندافع على هذا السيد، شديت واحد هما جوج ثلاثة جاو كانوا غيدوروني فاش شديت الاخر بوحدي. رجعوا الاخرين باش يدوروني عاوتاني، جاب الله الاخر هذا وصل عليا وشي الدراري الاخرين هما اللي دافعوا. هما كانوا هربانين دابا. هربانين جوج. تبعتهم بطوط والعناصر ديال الامن تما تعاونوا معاكم باش يلاه جاو هما. فاش عيطت لهم هما كانت عندهم سياره ولا شنو كان عندهم؟ كان عندهم موطور سكوتر. فاش شديت فاش شديت لهم الثالث هنا في هذه البلاصه هذه ورجعوا لي هما بجوج كانوا غيدوروا ثلاثه كبيره. وكان جاب الطريط ورا باش ينزل علينا، ورا باش ينزل علينا كاملين. وجاب السيد اللي في القهوه هو اللي جا عندي وشي دراري اخرين عاونوني شدوا لي الاخر. كنت انا الاخر فاش شديت عليه والاخر 6000. ولكن باش يقولوني بثلاثه حقره هذيك باقيه باش ينزل عليا هنا، راه كنت انا غنمشي فيها. راه كان ما كانش كيطلب بحال هكا، ما كانش كيطلب. اش مساع وقعت شنو؟ كان كنهيج دابا حاولت كيقول انا راه واعر. ربما انا شتي شو سميتها بالله سيدي؟ كان سكران. ولكن حنايا ماشي مسياده اليوم. قول لي اخويا باش يجيو تفرقوا علينا. شو سميتها بالله اخويا؟ جناب انت اش فين؟ نعم. ولكن المشكل وقع لي المشكل وقع لي ديوري تبع الكاتريا. عندي محاب ديوري عندي الحلالي ديك ديوري فهم با تحت لهم باش ما كانش عندها ولا حتى واحد ما كنجيبو حتى واحد. حنا كنعرفو الضاربين والتجار ديالك يكونوا مصوابين. هذا راك سامر شويه واش دابا بغا ينسى؟ هذا ظريف ود الناس ما كيتعدى لا حتى واحد. هذا كيسبوا فيه واقف حدا البيت بحال هكا وجيت عندو في حسن مالك. في حسن مالك خرجت انا لقيت صداع من المحل ديالي. خرجت عندو في حسن مالك لقيتهم كيسبوا فيه كيقوتوا عليه ومشاو بموطورهم كيعيربوا ليه في المو وما دواش معاهم. فاش يجي واحد من اللور ويصليه شوما هذا تعدو راه كاين الله احسن من كل شيء. كاين الله لا ولكن كاين الله وكاين ولكن تعدو ما يبغي الله. لا حنا خدينا حقنا بيدينا وغادي ناخذو بالقانون. شكرا متتبعي قناة اش كاين، على امل ان نلتقي في موضوع اخر من قلب مدينة البيضاء. ولا ننسى دائما التعليق للمواطن ونسأل الله السلام والعافية للجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة اش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارتاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور واب ستور.